النية هي نوع من انواع الايروبيك، رياضة الايروبيك، وهي لو امباكت، يعني ما فيهاش ضغط على المفاصل، او يعني ما فيهاش نوع من الرف نقول عليها بالنسبة للمفاصل والجسم. النية يعني جميل فيه ان هو بيشمل انه العقل والروح والجسم. بنستخدم حاجات انواع من الرقص المودرن، المودرن رقص، والفري اللي هو الرقص الحر، وبنستخدم كمان اللي هو الرقص الجاز. بالنسبه للناحيه اللي هي الارت او الارت مارشال ارت بنقول عليها، بيكون فيها من التايكواندو، واخدين من التايكواندو والايكيدو والتايشي. بالنسبه للناحيه الروحانيه بنقول اليوجا، واليوجا دي حاجه طبعا الكل عارف اليوجا وحركات اليوجا، وفي حاجات تانية بتكون الالكسندر تكنيك والفيلدنكرايس ميثود، يعني فيها داخله حاجات علميه ازاي ان هي تفيد الجسم والروح والعقل. احنا اتخلقنا علشان نتحرك، فالحركة بنقول عليها دايما انه هي تكون مفيدة. فلما بتعملي الحركة مفيدة، فطبعا دي من ناحية الرياضية انت بتحرقي سعرات، بتحرقي الكلام. من ناحية النفسية انت بتشعري بسعادة جميلة روحانية من جوه قبل ما يكون من بره. الناحية الثالثة كمان فيها كمان بالنسبة للعقلية، اللي هي انت في تركيز، في تركيز انه ازاي بتقدري تكتشفي جسمك من اول وجديد. النية يقدر يعملها الاطفال، يقدر يعملوها الكبار وكبار السن. النية مفيدة جدا للباركنسون والزهايمر. يا اهلا وسهلا بيكم، تعالوا جربوا النية، نوع من الرياضة ما يخوفش، ممكن تعمليه من غير ما تلبسي جوتي، وهتشوفي الفرق بعد فترة قصيرة.